هل تؤثر الهيئة على معايير اختيار الموظفين في المؤسسات؟ دعونا نتناول نتائج عدة دراسات أجريت في السنوات الماضية. دراسة أجرتها جامعة رينمن الصينية على 3500 مشارك كشفت أن كل سنتيمتر إضافي من طول الشخص مسؤول عن زيادة 31% بدخله السنوي. وفي استبيان آخر أجرته شركة التجميل يونيبيا أكدت أن ثلث السيدات المشاركات يواجهن تعاملاً مريباً بسبب مظهرهن. وقال واحد من كل 4 من المشاركين إنهم تعرضوا للتمييز على أساس المظهر بدءاً من التوظيف وحتى الحصول على علاوات أو ترقيات. أما جامعة سانت لويس الأمريكية فوجدت في دراستها أن كثيراً من المتقدمين للوظائف يتم تقييمهم بناءً على مدى ملائمتهم لصورة الرجل والمرأة التي يرسمها المجتمع. ونختم بدراسة شركة الاستشارات الإدارية ماكنزي التي توصلت إلى أن الموظفين الذين يعملون في الشركات التي تتبنى ثقافة التنوع أكثر قابلية للإبداع والمبادرة في مكان العمل بنسبة 150% عن غيرهم.